لو الحكاية فيها إن فيتو فتح السيسي اللي احنا انتخبناه ورشحناه يسيب البعيد زي ما هي، ما يشيلش البعيد. احنا ورانا بيوت فاتحينها، فاتحين بيوت. كل اقل اسره هنا عندها 4 عيال وست عيال وسبع وثمان عيال، هياكلون منين؟ هم يجي ياكلونا وياخدونا ظلم ويحبسونا ويلبسونا عواضي؟ بنقول لهم يا سمح يا سمحتوا يا سمحتوا سيبونا. اقول ان سايبه عيالي من الساعه 6 الصبح ويجي رئيس الحي يشيل حاجتي وهو ما انتش قرار بعد 48 ساعه. قرار ال 48 ساعه يتحسب في 6 ساعات. وتقول لي كلام هيتكتب. مفيش حد قالها يعني قبلها. قالوا لنا امبارح بالليل عرفنا من التلفزيون. جينا الصبح نشيل حاجتنا. مفيش ولقينا الحكومه جت. مفيش شيل يا بيبيش، انت قلت لنا 48 ساعه مفيش. ولا حد بيعبرنا. بيكلمونا احنا مش محسوبين على الدولة اساسا. احنا مش محسوبين على الدولة. رئيس الوزراء عشان رئيس الوزراء قاعد في تكييف مش حاسس بالغلابة اللي زينا اللي رزقهم يوم بيوم. فانا اقول ايه؟ اقول ايه واللي اقوله هيسمع مش هيسمع. فانا تعب. وما يجي شاب من الشباب يسرق يقولوا له انت بتسرق ليه؟ انت بتبيع مخدرات ليه؟ عشان مش لاقي شغل. اللي في الجامعات قاعدين في البيوت جنب اهالي وبيصرفوا عليهم. مفيش مكان لينا هناك. ولو يوفر يوفر انا واحده من الناس بقول يوفر. بس انا هاخد عيالي اللي هم بالذهب الاثنين اصغر منه اجرهم معايا الترجمان اروح ابيع واشتري هناك ولا اخلي بالي من عيالي؟ لكن انا ساكنه هنا وبقالي 20 سنة هنا، فأنا إزاي أروح بقى؟ في حد يروح مكان غير مكانه؟ مولودة ومتربية هنا وببيع وبشتري هنا. عبر عن جد تيجي أنت في يوم وليلة كده ترشني برسول زي الصرصار وتديني 48 ساعة تاخد حاجتي تبهدلني أروح الحي ألاقي رئيس الحي هو ورجالته بايعنا. من شهرين عملوا لنا نفس الحملة دي وخدوا حاجتنا باعوها. وكتبت الطلب وما لقيتش حاجه. رحت اشتكيت في الاسم، الاسم قال لي طب روحي لرئيس الحي اداني. ووقعت وسطهم. قال لي انت مش فاكر رئيس الحي اديك حاجه ولا اداني حاجه. معايا سجل تجاري، انا بيتي اتهدي من 4 سنين. ماشي ومعايا 8 افراد. ماشي وبجري في المحافظه وبجري في الحي عشان استلم محل والبلديه بتقرفني ويقولوا لنا روحوا تسولوا وروحوا اعملوا ناكل عيالنا منين؟ انا بيتي هدوا بيتي ودوني اكتوبر وبعد ما رحت اكتوبر حضرتك قالوا لي هنديكي محل ومعايا الجواب ومعايا السجل التجاري اعمل بيه ايه؟ اروح المحافظه يقولوا لي هنديكي، اروح الحي يقول لي هنديكي، لما نعمل محلات، لما نعمل باكيات، طب انا 4 سنين اكل عيالي منين؟ اسرق اجفرش جايبه كارد وجايبه تروسيكل قسط ادفع منين؟ اما البلديه تشني وكسر حاجتي وادفع الكارد منين؟ ولا ادفع اكل عيالي ولا ادفع القروض؟ ولا الحاجه لما حضرتك انا اتهديت بقالي 4 سنين ورحت اكتوبر ماشي المحل ما استلمتهوش ببيع في الشارع ببيع في الشارع البلديه ايه بتاذيني اعمل ايه؟ بروح الحي يقولوا لي ايه لسه الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعديه روح المحافظه روح ما اعرفش ايه لسه ما عملناش محلات نعمل ايه؟ الباعة احتلوا كل مكان. يعني هو كان الاول جاردن سيتي ما فيهاش محلات، المنطقه دي برضو كانش فيه محلات وكانش فيه حاجه. الباعة الجائلين والفرش احتلوا كل مكان تمشي فيه، حتى الرصيف احتلوا كل حته، حتى سلم المترو، حتى جوه المترو احتلوا كل مكان. فالدوله مش عارفه تشغلهم ومش عارفه تحل لهم مشكلتهم. فهم يعني يقول لك بياكلوا عيش. الحل ايه؟ التجربة بتاعت اللي ورا الترجمان، تجربة الترجمان عملت ايه؟ الناس رجعوا تاني. هو لازم يشوفوا لهم حل مبتكر شوية. يعني لازم يشوفوا لهم حلول ما يبعدوش الناس كتير على أكل عيشهم. يعني ممكن يقفلوا لهم شارع خالص ليهم هم، لأن هنا مثلا في 20 شارع يقفلوا لهم الشارع ليهم، اللي عايز يخش الزحمة يروحوا، زي النصرية وزي الأماكن دي.
بهدلوا الشوارع، اما يبقى شارع عرضه 36 متر ما تلاقيش الا متر الناس تعدي فيه، ويا ريت بقى بيقعدوا بعد ما يبيع ينظف، لا اللي بيقعد بطين بيملى الدنيا ميه ورشاه يوسخها، اللي بيبيع ذره بيبهدل الدنيا. احنا بنقول ما نرموهمش في الشارع، يتعمل لهم كشاك نظيفه محترمه، يدفع ايجارها، يدفع نورها، يدفع ضرائبها، الدوله تستفاد وهو يستفاد. يعني احنا اللي بنعاني من العالم دي والحمايه اللي بتتعمل فينا، اتخن تخين لو قال بن يتضرب بالجزمه هنا ويتهان. احنا اهل الحته دي وساكنين هنا عمرنا بالعمر، انا بقالي 50 سنة هنا، عمرنا ما شفنا شارع زي ده ابدا طول عمرنا. يضرب بينا المثل في النظافة والاخلاق والناس كلها. احلى حاجة بقى احنا عاوزين ناكل عيش، لو ما كناش هناكل عيش طب يخترعوا لنا مكان ناكل فيه عيش احسن من كده. اه زي ما انت شايف كده كل بتاع الناس اتكسر باللوادر، وكل زي ما انت شايف بص بيرموا كل جوه، كل البضاعة بتاعت الناس دي كلها اتكسرت في الشارع، كلها لا عطوا حد مهلة ولا أي حاجة، كله اتكسر زي ما انت شايف. ما حدش قال لكم ولا حد قال حاجة ولا محتاج يشيل وكسر وانتوا زي ما انت شايف كله بتاع الناس اتاخد، مفيش حد، كله عاوزين ناكل عيش، نعمل نبيع حشيش؟ ما هو نبيع حشيش لا نسك، حاجة من الاثنين، بس عاوزين ناكل عيش، عاوزين نعيش.